ليه ما اتغيرش ولا قال ولا اي يعني؟ ما انت ما شاء الله يعني معروف من حتى دلوقتي يعني، لما نيجي حتى فنانين الاهلاويه معروفين او الاهلاويه قوي، بص، هو انت الفنانين بيومي بشكل عام فؤاد. بيخافوا من في فكرة، فنانين بقى، كنت لسه هقول لك كده، في بقى فنانين بتتعمد ان هي ما تتكلمش عن انتمائها علشان ما تفقدش جمهور معين يا احمد. ما هو بص، انا مش مقتنع بالكلام ده. ليه؟ انت دلوقتي بتنجح وبتعمل اسم وكل حاجة في الدنيا ليه؟ عشان تتبسط، صح؟ تستمتع بحياتك. مظبوط. جزء من المتعة دي، لو انت اهلاوي شجع الاهلي، لو انت زملكاوي شجع الزمالك، دي متعة في حد ذاتها. جمهور الاسماعيلي انت بتشوف عامل ازاي، جمهور المصري بيبقى عامل ازاي، جمهور الاتحاد بيبقى عامل ازاي. فانا عشان احافظ على حد ممكن يقول اصل فهمي اهلاوي انا مش هخش له فيلم او بتاع اضيع متعه بالنسبه لي، لا، انا عايش حياتي ومبسوط، وجزء كبير جدا من متعتي في الحياه تشجيع النادي الاهلي، وامشي ان انا امشي وراه واروح ماتشات. يمكن الفتره الاخيره بقى اصعب شويه، زحمه والدنيا بس بروح برضه. بس زمان كانت اكتر احلى فترات حياتي طبعا، يمكن اوائل الالفينات يعني، بعد ما عدينا الاربع سنين بتوع الزمالك والاسماعيلي لو تفتكر، في اوائل الالفينات لما جه مانويل جوزيه رجع تاني، الجيل الذهبي يعني، مش هنقول الجيل الذهبي، ده بقى كنت انا وعمر فهمي الله يرحمه يعني، الله يرحمه يحسن اليه يعني، ما بتفوتوش ولا ماتش، احنا كنا بنتسابق مين فينا اللي هيقفل في ال 26 ماتش اكتر، يعني مين اللي هيعمل 24 ماتش، مين اللي هيعمل 23، ده حياتنا بس ما بنعملش حاجه غير كده. فده متعه كبيره في حياتك، ان انت بقى تبقى خايف ان انت ممكن تخسر شويه ناس، لا، انت خليك محترم، ما تطولش على حد، ما ت... يعني يمكن حصل واقع قريب بيني وبين شيكابالا، ساعه ماتش السوبر ده اللي في الامارات. انت كنت هناك يا احمد؟ لا، ما كنتش هناك المره دي، كنت بصور. وبعدين حصل ضغط على شيكابالا وحصل اللي حصل يعني هناك، فانا اتضايقت منه، مع ان شيكا احنا عيش وملح وفعلا هو بني ادم محترم جدا. فكتبت بوست يعني اجريسيف شويه، اجريسيف كتير كمان يعني، بس ما تعرضتش لاي حاجه فيها قله ادب، بس يعني كان اجريسيف جدا. وبعدين قام جه مصطفى سيف العماري العضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق يعني، كلمني قال لي فهمي ما يعني ما يصحش، انتوا اصحاب. قلت له بص، هو عمل ايه مع جمهور الاهلي ومش عارف ايه وبتاع، قال لي في تليفون. فلما ادركت ان انا عملت حاجه غلط، ان انا فعلا كتبت رحت بوست، ماسح البوست، مسحته وبعت له مع مصطفى، وبعتذر له حتى من هنا من قناه الاهلي، من يعني من بيتي. لكن ما اتكلمتش معايا احمد؟ لا يعني كلام عن طريق ناس، لان انا لما اجي حد يبقى متضايق منك ما احبش ان انا اتكلم. طبعا. بس هو خلاص، هو ما فيش مشاكل يعني، وانا يعني اهو من بيتي اهو. لا طبعا، شيء يحترم طبعا، شيء يحترم. وخلي بالك اللي بتعمله ده يا احمد، دي مبادئ النادي الاهلي بالظبط يعني. واكيد انت يعني حتى الفتره اللي عشتها في ناشئه النادي الاهلي 3 سنين، لكن اتربيت على كده، واللي بيحب النادي الاهلي عارف كده. انا اغلط اطلع اقول بعتذر لفلان، مش عيب ابدا، مش عيب ابدا. والنقطه الثانيه اللي كنت بيتكلم فيها مهم كمان، ان واحد بيقول انا اهلاوي او خايف ان انا اقول اهلاوي او زملكاوي، انا شايف يمكن كنت بتكلم قبل ما تخش، كان الفنانين بيروحوا يتفرجوا على ماتشات الاهلي والزمالك، والفنانين الكبار عارفين ان مثلا عبد الحليم كذا يعني، معروف ان الاستاذ عمرو دياب كذا. بالعكس يعني، دي بتدي انت اصلا لما بترجع مصداقيه يعني.